السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكل من يشاهد هذا الفيديو. درس اليوم جداء وخارج الأعداد النسبية في مادة الرياضيات مستوى الأولى ثانوي إعدادي. بسم الله. إذا جداء وخارج الأعداد النسبية، عندنا يا إما جداء عددين لهما نفس الإشارة أو إشارتين مختلفتين، وكذلك خارج عددين لهما إشارتين مختلفتين أو لهما نفس الإشارة. إذا نبدأ بسم الله بجداء عددين لهما نفس الإشارة. جداء عددين لهما نفس الإشارة. جداء عددين لهما نفس الإشارة يعني موجبين معا أو سالبين معا. القاعدة جداء قاعدة واحد، جداء عددين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب، عدد موجب ومسافته عن الصفر هي جداء المسافتين. إذا القاعدة الأولى في جداء عددين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب، إذا دائما الإشارة هي الأولى نحددها فهو عدد موجب، والمسافة هي جداء المسافتين. نأخذ أمثلة لكي نوضح هذه القاعدة أكثر. أمثلة: ناقص خمسة في ناقص أربعة، هذه العملية ففيها جداء عددين لهما نفس الإشارة، ناقص خمسة وناقص أربعة عددين سالبين معا. ثم ناقص سبعة في ناقص ثمانية، ثم ثلاثة في اثنان. فالعملية الأولى جداء عددين لهما نفس الإشارة، جداء عددين سالبين هما لهما نفس الإشارة. العملية الثانية جداء عددين سالبين، والعملية الثالثة جداء عددين موجبين. إذا هذه العمليات كلها فيها جداء عددين لهما نفس الإشارة. إذا نفس الإشارة يعني عدد موجب. ثم نقوم بجداء مسافتين، مسافة ناقص 5 عن الصفر هي 5، ومسافة ناقص 4 عن الصفر هي 5، إذا هي 4، 5 في 4 هي 20، إذا نكتب زائد 20 أو نكتب 20. نفس الشيء بالنسبة لناقص 7 في ناقص 8، جداء عددين سالبين هو عدد موجب، ثم جداء المسافتين 7 في 8 هي 56، نكتب زائد 56 أو 56. 3 في 2 هو جداء عددين كذلك موجبين لهما نفس الإشارة وعدد موجب، جداء المسافتين 3 في 2 هي 6 أو نكتب 6. نعم، إذا القاعدة الأولى واضحة، جداء عددين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب ومسافته عن الصفر هي جداء المسافتين. ثم القاعدة الثانية، جداء عددين، الفقرة الثانية جداء عددين لهما إشارتين مختلفتين، جداء عددين لهما أو جداء عددين مختلفي الإشارة. جداء عددين مختلفي الإشارة هو عدد سالب. جداء عددين مختلفي الإشارة أحدهما موجب والآخر سالب. إذا جداء عددين مختلفي الإشارة هو عدد سالب ومسافته عن الصفر هي جداء مسافته. نعم، القاعدة التالية. أمثلة
كي نفهم القاعدة الثانية. ناقص 7 في 3 ناقص 5 في 2 4 في ناقص 5 ثم 3 في ناقص مثلا 6. إذن في هذه العمليات الأعداد كلها لهما إشارتين، فالجداء ديال العددين لهما إشارتين مختلفتين، أحدهما سالب والآخر موجب، أحدهما سالب والآخر موجب، موجب سالب، موجب سالب. إذن القاعدة جداء عددين لهما إشارتين مختلفتين هو عدد سالب، إذن نحدد الإشارة هي الأولى، كلها هذه العمليات فيها جداء عددين لهما إشارتين مختلفتين، ثم جداء المسافتين ثم مسافة على الصفر هي جداء المسافتين، يعني 7 في 3 ثم تعطينا هنا ناقص 21 إشارة سالبة ثم جداء المسافتين هي 5 في 2 هي ناقص 10. نفس الشيء هنا مسافة 4 في المسافة العدد ناقص 5 يعني الصفر هي 5 هي ناقص 20. ثم نفس الشيء هنا 3 في 6 هي 18. إذن جداء عددين ناقص 18 عفوا، جداء عددين لهما إشارتان مختلفتين وعدد سالب ومسافة عن الصفر هي جداء المسافتين. نعم، خارج عددين لهما نفس الإشارة، خارج هو قسمة، خارج يعني قسمة عددين لهما نفس الإشارة. إذا خارج عددين لهما نفس الإشارة قاعدة، خارج عددين لهما نفس الإشارة خارج عددين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب، هو عدد موجب ومسافته عن الصفر هي خارج المسافتين، خارج المسافتين. أمثلة كذلك، ناقص 20 على 4 نفس الإشارة على ناقص 4 ثم مثلا ناقص 6 على 12 على ناقص 12 أو مثلا 4 على 8. فناقص 20 على ناقص 4 وعدد موجب خارج مسافتين هي 20 على 4 هي زائد 5 أو 5. ناقص 6 على ناقص 12 وعدد موجب ثم خارج المسافتين 6 على 12 ونختزل هنا 6 على 12 نختزل ب 6 مع 6 إذا ستبقى عندنا 1 على 2 كذلك هي 1 على 2 ثم 4 على 8 هو عدد موجب نختزل كذلك هو 1 على 2 تتساوي هي 1 على 2. نعم، ثم خارج عددين لهما إشارتين مختلفتين، خارج عددين مختلفي الإشارة، خارج عددين مختلفي الإشارة هو كذلك عدد سالب. خارج عددين مختلفي الإشارة هو عدد سالب ومسافته عن الصفر هي خارج المسافتين، هي خارج المسافتين.
أمثلة كذلك. ناقص 10 على 5، ثم مثلا 12 على ناقص 6. إذن إشارتين مختلفتين، هو عدد سالب ثم 10 على 5 هي ناقص 2، نفس الشيء عدد سالب المسافة 12 على 6 هي ناقص كذلك 2. نعم، إذن الخاصية القاعدة الثالثة والرابعة يمكن جمعها في قاعدة، خارج عددين هو عدد موجب إذا كان لهما نفس الإشارة، ويكون عدد سالب إذا كان لهما إشارتين مختلفتين. نعم، ملاحظة، فناقص A على B هذا خارج عددين، إذا A و B عددين نسبيين غير منعدمين، فناقص A على B هي ناقص A على B، كذلك هي A على ناقص B. فهذه الإشارة ناقص، سواء أقرناها ب A اللي هو يسمى البسط، و B أو قرناها بوسط الكسر، أو قرناها بالمقام اللي هو، فA على B فهذا العدد يسمى البسط، وهذا العدد يسمى المقام. إذا A على B خارج العددين A على B، فA يسمى البسط و B يسمى المقام. كذلك جداء عدد نسبي في العدد واحد أو العدد ناقص واحد، ليكن A عدد نسبي A في واحد يساوي A. إذن عندما نضرب العدد في واحد فيبقى نفس العدد هو العدد A، أما A في ناقص واحد يساوي ناقص A. عندما نضرب العدد في واحد لا نغير الإشارة، عندما نضرب العدد في ناقص واحد نغير الإشارة. A موجب في ناقص واحد يساوي ناقص A، A في واحد يساوي A، ناقص A في ناقص واحد يساوي A، لأن هنا جداء عددين لهما نفس الإشارة، إذن إشارة زائد عدد موجب. نعم، ثم ضرب وخارج عدة أعداد نسبية، ضرب أو جداء وخارج عدة أعداد نسبية، إذن جداء وخارج عدة أعداد نسبية. إذا كان عدد العوامل السالبة في عملية ضرب وخارج أعداد نسبية عدد زوجي فإنه عدد موجب، وإذا كان عدد
العوامل السالبة عدد فردي فإنه يكون عدد سالب. كذلك أمثلة في هذه القاعدة. ناقص 5 في ناقص 4 في 2 في ناقص 3 تساوي. إذن عدد العوامل السالبة هنا 1 2 3، فهذا عدد فردي، 3 عدد فردي، إذن تبقى الإشارة هي ناقص ثم جداء المسافتين، 5 في 4 20 في 2 40 في 3 120. أما ناقص 1 في 2 في ناقص 3 في ناقص 4، فهذه العوامل مثلا في ناقص 5 عدد العوامل السالبة 1 2 3 4 هو عدد موجب، إذن عدد موجب. ثم 1 في 2 2 في 3 6 في 4 4 و 20 في 5 كذلك 120. نفس الشيء بالنسبة للقسمة، ناقص 3 على في ناقص 4 في ناقص 5 على ناقص 6 في ناقص 7، فهذا العدد إلى رمزنا له بـ A. كذلك هنا عدد العوامل السالبة 1 2 3 4 5، عدد العوامل السالبة 5 هو عدد فردي، إذن A عدد سالب، A عدد سالب. نفس الشيء، إذا كانت عدد العوامل سواء كان ضرب أو ضرب وقسمة، فإذا كانت عدد العوامل السالبة عدد سالب عدد فردي فيكون العدد سالب، وإذا كانت عدد العوامل السالبة عدد زوجي فيكون العدد موجب. نفس الشيء سواء كانت ضرب أو قسمة. هذا القدر نكون قد أتممنا هذا الدرس. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو باش تعم الفائدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.